طبعا عندنا في مركز محمد بن راشد للفضاء المحطة الأرضية أنا بعتبرها جزء أساسي من المركز بشكل عام، لأن نحن نقوم ببناء أقمار صناعية طبعا، بس بعد بناء الأقمار الصناعية ما هي أهم الأشياء اللي نقوم فيها؟ هي التحكم بالقمر الصناعي وتنزيل الصور. من مهام المحطة الأرضية طبعا نحن طبعا بشكل يومي نقوم بالتشيك على الأرصاد الجوية. من ثم عندنا برنامج تخطيط المهام للقمر الصناعي، تينا طبعا طلبات مختلفة من جهات مختلفة، إذا كانت من حكومة باي أو الحكومة الاتحادية، حتى طلبات داخلية في المركز اللي نقوم فيها بدراسات مختلفة. بعد ما توصلنا هاي الطلبات على البرنامج نقوم بإرسال هاي الأوامر إلى القمر الصناعي، ومن ثم القمر الصناعي طبعا على حسب موقعه في المدار يقوم بتصوير الأماكن المختلفة في العالم. ووقت مرور القمر الصناعي فوق المحطة الأرضية في دبي في مركز محمد بن راشد للفضاء نقوم بتنزيل هذه الصور، معالجتها وتسليمها للجهات المختلفة إذا كانت داخلية أو خارجية. نحن بدايتنا كانت دبي سات واحد، كانت مشاركتنا 30%، كنا وايد مركزين على تصميم القمر بشكل كلي. في دبي سات 2 الفريق كبر ودخلنا في تفاصيل مختلفة في القمر الصناعي، حتى قمنا ببناء برامج مختلفة للقمر الصناعي، إذا كانت هي برامج متصلة بالقمر الصناعي نفسه أو برامج في المحطة الأرضية نفسها. برنامج التحكم بالقمر الصناعي، حاليا البرنامج نقوم ببنائه بشكل كلي في الدولة هنا في المركز، هنا مركز محمد بن راشد، مهندسين إماراتيين. طبعا نحن اكتسبنا الخبرة من دبي سات 2، من البرامج من دبي سات 2، وقمنا بتطويرها على خليفة سات. في المحطة الأرضية نفس الشيء، شفنا نحن طبعا دائما في تطور في مجال في العلوم في التقنية في كل شيء، يعني نشوف الموبايلات مثلا في تطور، كل شيء يتغير. نفس الشيء عندنا في البرامج اللي نقوم بتطويرها في المحطة الأرضية، برامج معالجة الصور، نشوف شو متطلبات الدوائر الحكومية ودوائر الاتحادية المختلفة في الدولة. فإذا جتنا مثلا دائرة مثلا نحن جمعنا كل المتطلبات اللي عندهم وقالوا مثلا عندنا 100 شيء، 100 ريكوايرمنت. فنحن نشوف كيف نحن نقدر نوافي ونقدم لهم هاي الطلبات بأحسن شكل ممكن، إذا ما قدرنا مثلا نسوي 100 نحاول نسوي 70. فهالبرنامج نحن نقوم بتطويره تحت، وايد اعتمادنا طبعا على متطلبات الدوائر والدولة في هالأشياء. إذا حابين، لأن موقعنا نحن استراتيجي في العالم، ففي أقمار صناعية تحب مثلا موقع في الدولة، لأن المرور مثلا يكون عندهم أكثر عن دولهم. في دول مثلا الأقمار الصناعية تمر فوق محطاتهم الأرضية بشكل بسيط جدا، مرتين مثلا في اليوم، بس عندنا نحن عندنا 5 مرات، وفي أقمار يمكن تمر أكثر. إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله في 2018 بيكون عندنا خليفة سات. طبعاً بنتحكم قمر خليفة سات من المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء.